مرحبا أعزائي، اليوم رجعنا لكم بوصفة جديدة. الكبة اللي بيحكولها كبة من غير هبرة، يعني من غير لحمة. هذا برغل، طبعا أنا ضفت له الكوب البرغل، بده كوب ونص مي مغلية، وبينحط له معلقة كمون، معلقة ملح، معلقة بهارات مشكلة إذا بتحبي، أو كزبرة، أنا ضفت هون كزبرة، ومعلقة بصل باودر. إذا ما بتحبي بصل باودر بتقدري تحطي بصلة، يعني تبرشيها ناعم، نص بصلة يعني تكون وسط، وتضيفيها، ومعلقة ملح، كمون إذا، وكزبرة وملح ضفت له، وبصل باودر. بنحركهم، هو شرب يعني، شوفي كيف، عشان حطيت عليه يعني كوب البرغل بده كوب ونص مي مغلية، عشان ضفت لهم كوب ونص مي مغلية تفتح البرغل شرب المي. هلا شو بدنا نضيف له؟ لكل كوب برغل حكينا كوب ونص مي مغلية وكوب طحين، نفس الكوب دائما عايلة صبية، نفس الكوب. بتحركيهم يعني اللي يطلعوا معاكي مثل ال يعني هيك يشربوا الطحين، اذا كان في سوائل بتروح. هلا احنا حطينا الطحين وحطينا البرغل والبهارات والملح، هلا بدنا نضيف الزيت، بدنا نعجن بالزيت. يعني هسه ما بتتشكل معنا لانها يعني مش ماخذه كفايتها، بدنا نعجنها بالزيت. الزيت يعني هي ماده دهنيه بدل اللحمه، إذن الزيت بدل اللحمة. هلأ منضيفه شوي شوي، منشوف شو محتاج. هذا نص كوب، إذن كوب طحين، كوب برغل، كوب ونص مي، نص كوب، طبعا المي مغلية، نص كوب زيت. ولما تحطي المي المغلية ما بتحركيها إلا مش بإيدك، يعني بالمعلقة تكون لأنها مغلية كتير. ومنعجنهم لنحصل على عجينة متماسكة، يعني ونقدر نشكلها. انا عملت لكم عينه امبارح، عملت كميه بس حبيت افرجيكم الطريقه، كانت طيبه كتير حلوه للجمعات الصباحيه، لجمعات اعياد الميلاد، وما بتميزيها عن اللي فيها لحمه يعني نهائي. هي شوف ما اسهلها، هيها تكونت. طبعا هاي العجينه بتطول، ممكن تحطيها في الثلاجه فتره طويله، يعني ممكن اسبوع، اكثر من اسبوع بتفسد. يعني مثلا بتعجنيها كتير منيح، فرج ما احتاجت اصلا كل نص الكوب، اخذت تقريبا ربعه. هاي خلينا هدول، خليهم هدول من عند التشكيل رح نستعملهم. وهيك خلصنا العجينه. هلا الحشوه هي عباره عن لحمه، كل البنات بيعرفوا اللحمه المفرومه، انا جايبها ناعمه مع بصلة صغيرة، قليتها بشوية زيت، اشي بسيط يعني معلقة زيت، وحطينا اللحمة لانها اللحمة هون كميتها قليلة لانها العجينة قليلة، وجوز عني كسرته وضفته، وشوية فلفل اسود وملح. طبعا الكل بيعرف كيف تتكون يعني حشوة الكبة، وهذا ذوق شخصي، يعني في ناس بيحبوا يضيفوا رمان، في ناس بيحبوها لحمة لحالها مع بصل، انا بحبها مع جوز. وهلا بدنا نبلش نحشي يا صبايا، بس انا عشان بصور صعب اني، طبعا ندهن ايدينا بالزيت، ناخذ قطعه وبدنا هلا نكبكبها، بدنا نكبكبها. الكل بيعرف يكبكب، يعني اللي ما بتعرف تعملها بسهوله، حاولي تخليها رفيعه. طبعا انت اذا ريحتيها رح تشد حالها العجينه اكثر. تحشيها وهيك شوي شوي بتضبطبيها، بس اهم اشي ادهني ايديكي بزيت عشان ما يلزقوا في ايديكي. هي اول حبة، شوفوا ما احلاها، وهي كمان التانية، حط ايدينا كمان بالزيت ونكبكبها، نحشيها بلحمة
وجوز حكينا، وبهارات الفلفل الأسود وملح اللي هي بهارات اللحمة هاي، ومنضمها شوي شوي. ومنكملهم وبهرجيك اياهم عند القلي، لان هالقلي بده خطوات معينة اذا عشان تنجح معاكي. طبعا هاي الكبة ما بتتفرز صبايا، ممكن تحتفظي فيها بالتلاجة عجينة يعني، يوم تاني تعمليها، تالت، المهم اسبوع بتتحمل، اكتر من اسبوع بتفسد. ان شاء الله بفرجيكم اياها عند القلي. رجعنا لكم بقلي الكبة، طبعا حمينا الزيت على الاخر توصل درجة حرارته عالية. بنحط الكبة لازم تكون هيك تغلى، وما من يعني ما بنخليهم قراب من بعض. وهلأ بس نخلصهم اول يعني 5 دقايق خليهم عاليين هيك يعني. بعدين بنوطيهم بس شوي، بنوطيهم حرارة بسيطة عشان تستوي من جوا الكبة، بنهدي عليهم النار بس شوي، يمسكوا حالهم لانهم لساتهم طرايا، بس يمسكوا حالهم. هلا يعني تقريبا بلشوا يمسكوا حالهم، فلازم نوطي النار عشان تستوي. يعني اشي بسيط، بيضلوا يغلوا بس بنفس الوقت لما ياخذوا لون ان شاء الله. رجعنا لكم يا صبايا، الكبه صارت طلع لونها ما اجمله، اخذت لون وعليناها. هلا اخر اشي بنعلي النار تحتهم، وطناها اول اشي تعلايه توطايه بعدين تعلايه عشان تاخذ اللون الحلو هذا. هلا بنشيلهم بنحط الدفعه اللي بعدها، وبفرجيكم النهائي، شكلها النهائي اخر الفيديو ان شاء الله. حبايبي بايا، هاي خلصنا الكبة وكلها صارت لونها ذهبي وبتشهي وريحتها بتجنن، نفسي تكونوا معي وتشموا ريحتها. وهلا بدي افرجيكم اياها من جوا، صراحة هي سخنة شوي. واو سخنة، شايفين كيف تقرش قرش يعني، طلع مع اجملها، والجوز مبين فيها كله واضح، طلع. وصحة وهنا، ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. وصحة والف هنا، ان شاء الله بنلتقي بفيديو تاني جديد، والسلام عليكم.